بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنيه الى فخامه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه الشقيقه بمناسبه ذكرى استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنيه مماثله الى معالي السيد المختار ولد اجاي الوزير الاول بالجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه